هذا وقد استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية اليوم سعادة السفير نور شهريار راهو راجو سفير الجمهورية الأندونيسية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكة. وقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر خلال اللقاء بتنامي وتطور التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية أندونيسيا بما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط بينهما وتميزها في كافة المجالات. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استمرار مملكة البحرين في العمل على زيادة أفاق التعاون والتنسيق مع الجمهورية الأندونيسية الصديقة في كافة القطاعات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وأعرب سمو عن تطلعه إلى تعزيز أطر التفاهم وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، مؤكدا سموه أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص في البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بينهما في ظل عناصر الجذب المتوافرة في البلدين. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع سفير إندونيسيا عددا من المجالات التي تعزز توجهات البلدين نحو تقوية التعاون الثنائي بينهما، متمنيا سموه للسفير الأندونيسي خالص النجاح والتوفيق في مهامه الدبلوماسية. من جانبه أشاد سفير جمهورية إندونيسيا لدى مملكة البحرين بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، ونوه بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتنمية في كافة القطاعات وما تتمتع به من مكانة اقتصادية متميزة في المنطقة في ظل قيادتها الحكيمة ورؤيتها لبناء دولة عصرية متطورة.